باين عليه كبر وخرف، وهو من الاخر كده مدرب مريض. عصام الحضري بيرد على مانويل جوزيه بعد تصريحاته الاخيره، يا ترى قال ايه وايه سر الهجوم الشديد قوي ده من حارس مصر التاريخي على اعظم مدرب في تاريخ الاهلي؟ تعالوا نعرف القصه من البدايه للنهايه على المصريه. القصه كلها بدات لما مانويل جوزيه قال الحضري كان لازم يفكر في الفريق قبل نفسه على طول، اللعيبة ما كانوش بيتعاملوا معاه ككابتن للفريق، وعشان كده أنا سحبت منه الشارة، دايما كان بيفكر في نفسه ومفيش أي علاقة احترام بينه وبين باقي الفريق، على طول هو اللي كان عايز ياخد اللقطة ويظهر، وهو عايز إن الأحداث على طول تدور حواليه، وده ما ينفعش في فرقة زي النادي الأهلي، فريق كبير وبينافس على طول على بطولات. الحضري بقى ما استناش، وانتوا عارفين عصام الحضري بياخد حقه على طول ومتابع اي حد بيتكلم عليه، رد عليه برضه في نفس القناه وقال مانويل جوزيه كبر وخرف وباين عليه الزهايمر قوي قوي، برغم انه من وجهه نظري هو اعظم مدير فني في تاريخ الاهلي، لكن هو ما كانش بيحب النجوم عشان هو مدرب مريض. واكتر من نجم كبير اتكلم عن طريقه تعامل جوزيه معاه، على طول بيقول ان النجم هو الفريق، وبيقول انا كنت بحب نفسي ومش بفكر غير في نفسي، طب كنت بتلعبني ليه وما مشيتنيش ليه من الاول طالما انا وحش كده يا سيدي والنجم هو الفريق؟ ما ينفعش ابقى في بقك زي اللبانة وكل ما انسى الموضوع تفكرني بيه وتقول انا سحبت منه شرط الكابتن كأني كنت كابتن منتخب العالم. هوبا ستوب بقى هنا، عصام الحضري غلط، لان النادي الاهلي اصلا وقتها كان فيه نجوم عالميين فعلا، وعلى الرغم ان اللعيبه دي كانت محليه الا ان الجيل ده قدر يحقق كل حاجه، يحقق كل حاجه حرفيا، دوري، كاس، بطوله افريقيا، سوبر افريقي، مشاركتين في كاس العالم ومنهم مركز ثالث وبرونزيه، النادي الاهلي كان قوي جدا. فالحضري بقى ما بين بقى سندان ومطرقه، لانه غلط في جوزيه المدرب التاريخي اللي ما ينفعش الحقيقه حد يعلق عليه، على الرغم من ان ممكن تصريحاته تكون صادمه وانه برضو اتكلم وتهكم على النادي الاهلي وقال منتخب العالم. المهم قول لنا في الكومنتات تفتكر ليه جوزيه مستقصد الحضري كده على طول؟